حياتي صاير حلو ها؟ هاي كلها من قرصة النحلة ها؟ فكرة حلوة خليني أجيب سوت لك شد بشرة ونظارة ونفخت خدودك وزغرت خشمك أربعة أيام صبعي والحد الآن خف الورم بس شنو الوجع من عنده أنا أقول أجيب باكر وحدة وأقرصك لا أنا ما أريد مشكورة أنا جميلة أنا ما قلت أنا واثقة بشكلي وما أريد لا ما أريد ماكو 10 سنوات أنا كافي علي بروميروز أربعة أيام شوف استحملي أربعة أيام وشوفي شو يصير بيك يمكن بالمستشفى أصلا ما تحمل مثلك ما كنت متوقع أحلى أريد أعالج نفسي أنا بس جابت بنتائج جميلة جابت نتائج جيدي بعد لا البشرة صارت نظيرة تلمع لمع والله لا والله هسه متابعين يقولوا لك هاي ليفه طقيتها اليوم سبعت بالليفه يا بطيخ يا نحله صبعي بعد الحد الان حتى من هيك ماكو